عليكم عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ. حصة اليوم هي حصة مراجعة وتثبيت مفهوم النهايات، وهذا التثبيت والمراجعة غنقوم بها عبر تمارين وتذكير لبعض النتائج اللي حصلت عليها السنة الماضية. التمرين الأول، سنحسب النهايات بعد دوال بجوار نقطة أو بجوار ما لا نهاية، دونك بجوار ما لا نهاية أو بجوار نقطة بما فيها نهاية حدوديات جذرية أو مركب. غادي نبداو بالنهاية الأولى، نهاية إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية للدالة المعرفة بإكس مكعب ناقص 5 إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 1. ممكن نقراوها كذلك، ليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ناقص 4 إكس مربع زائد 7 إكس ناقص 3، ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية إكس ناقص 4 على إكس مربع ناقص إكس ناقص 2، ليميت إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية 9 إكس مكعب زائد 2 إكس ناقص 5 على 7 إكس مكعب ناقص 1، ليميت إكس تؤول إلى 3 لـ إكس مربع ناقص 9 على إكس مربع زائد إكس ناقص 12، ليميت إكس تؤول إلى 2 إكس أصغر قطعا من 2 أو على يسار 2 إكس ناقص 4 على ناقص إكس مربع زائد إكس زائد 2، وآخر نهاية ليميت إكس تؤول إلى 1 3 إكس ناقص 8 على قيمة مطلقة ديال إكس ناقص 1. نحسب النهاية الأولى، لدينا ليميت عندما يؤول x إلى زائد ما لا نهاية x أس 3 ناقص 5 x مربع زائد 2 x ناقص 1، دونك نهاية الدالة حدودية بجوار زائد ما لا نهاية. نأخذ نهايات الحد الأعلى درجة لهذه الحدودية، إذن هنا غتعطينا ليميت ديال إكس أس 3 عندما أقول إكس إلى زائد ما لا نهاية، ونهاية إكس أس 3 نهاية مرجعية إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية. إذن نتيجة ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية إكس أس 3 ناقص 5 إكس مربع زائد 2 إكس ناقص 1 تساوي زائد ما لا نهاية. نحسب النهاية الثانية، لدينا ليميت عندما يؤول إكس إلى ناقص ما لا نهاية ناقص 4 إكس مربع زائد 7 إكس ناقص 3، كذلك نهاية الدالة حدودية عند ما لا نهاية. نأخذ نهاية الحد الأعلى درجة، إذن هذه النهاية كتساوي نهاية إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية للحد ناقص 4 إكس مربع. بما أن نهاية إكس تؤول إلى ما لا نهاية، بما أن ليميت إكس مربع إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي زائد ما لا نهاية نهاية مرجعية، فإن نهاية ناقص 4 إكس مربع إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي ناقص ما لا نهاية. إذن نهاية إكس تؤول إلى ناقص ما لا نهاية ناقص 4 إكس مربع زائد 7 إكس ناقص 3 تساوي ناقص ما لا نهاية. نهاية الثالثة، لدينا ليميت عندما يؤول إكس إلى زائد ما لا نهاية إكس ناقص 4 على إكس مربع ناقص إكس ناقص 2. لدينا نهاية دالة جذرية عند ما لا نهاية، نأخذ نهايات خارج حديها الأعلى درجة. دونك هنايا عندنا ليميت إكس تؤول إلى زائد ما لا نهاية
x على x مربع. الو الى حسبنا النهايه مباشره نهايه x كذلك هنا غتعطينا زائد ما لا نهايه، x مربع كتؤول الى زائد ما لا نهايه، وزائد ما لا نهايه على زائد ما لا نهايه يعتبر شكل غير محدد او شكل غير محدد من اربعه اشكال غير محدده اللي غنذكروها في اخر التمرين. لدينا اذن هنا كتساوي نختزلوا x مع x مربع كتبقى لنا ليميت x كتؤول الى زائد ما لا نهايه ل 1 على x نهايه مرجعيه، 1 على x عند زائد ما لا نهايه تساوي صفر. إذن نهاية x تؤول إلى زائد ما لا نهاية لـ x ناقص 4 على x مربع ناقص x ناقص 2 تساوي هذه النهاية صفر. نحسب نهاية رابعة. لدينا ليميت عندما نقول x الى ناقص ما لا نهايه تعود x اس 3 زائد 2 x ناقص 5 على 7 x اس 3 ناقص 1 نهايه داله جذريه عند ناقص ما لا نهايه كذلك هي نهايه x تؤول الى ناقص ما لا نهايه خارج الحدين على درجة في البسط ومقام. دونك 9 هنايا إكس أس 3 على 7 إكس أس 3 نختزلو بإكس أس 3. إذن ليميت عندما نقولو إكس إلى ناقص ما لا نهاية تعود إكس أس 3 زائد 2 إكس ناقص 5 على 7 إكس أس 3 ناقص 1 تساوي 9 على 7 وهذه النتيجة ديال هاد النهايات. نحسب نهايات x مربع ناقص 9 على x مربع زائد x ناقص 12 لكن هنايا x كيؤول إلى 3 ردوا البال هنايا يمكنناش نطبقوا النتيجة اللي طبقناها في النهايات السابقة بجوار زائد او ناقص ما لا نهايه. لدينا الو التقنيه اللي يمكننا نطبقوها هنايا نحسبوا النهايه ديال البسط اكس يؤول الى 3 داله حدوديه عند نقطه 3 كتعطينا 3 اس 2 نعوض ناقص 9 ناقص 9 هي 0 و نهايه مقام دائما بجوار 3 x مربع زائد x ناقص 12 نعوض x ب 3 كتعطينا 9 زائد 3 هي 12 12 ناقص 12 هي كذلك 0. إذا نقول إن هذه النهاية غير محددة على شكل 0 على 0. دونك غادي نغيروا كتابة هذه الدالة الجذرية وغادي نحدو نهايتها بجوار 3 حتى نحصل على شكل محدد. الوغ لذلك غادي نحاولوا نعملوا البسط ومقام. نهاية x مربع ناقص 9 على x مربع زائد x ناقص 12 عندما نقولوا x إلى 3 في البسط عندنا متطابقة هامة ان أ مربع ناقص ب مربع اللي هي أ ناقص ب دونك إكس ناقص 3 عامل لـ إكس زائد 3 على إذا أنت هنايا بما أن هذه الحدودية الدرجة الثانية كتنعدم في 3 إذا 3 يعتبر جذر لهذه الحدودية. إذا تقنية يمكننا نديرو القسمة الإقليدية لـ إكس مربع زائد إكس ناقص 12 على إكس ناقص 3 أولا نبحثو على الجذر الثاني ونديرو التعميم ديال هاد الحدودية من درجة ثالثة وحنا متأكدين أن عندنا هاد العامل إكس ناقص 3 اللي هو من الدرجة الأولى. إذا الحد الثاني حتى هو غيكون من الدرجة الأولى على شكل أ إكس زائد بي
يمكننا نتموا هاد التعميل هذا. عندنا اكس مربع ناقص الا قسمنا على اكس غتعطينا اكس، وناقص 12 الا قسمنا على ناقص 3 غتعطينا زائد 4. يمكننا نتاكدوا ان الا نشرنا هاد العباره هذه غتعطينا اكس مربع زائد اكس ناقص 12. نختزلوا باكس ناقص 3 غتبقى لنا اكس كتؤول الى 3، بعد اختزال غيبقى لنا اكس زائد 3 على اكس زائد 4. وكتلاحظوا ان الحد اللي عطانا صفر في المقام هو اكس ناقص 3، اذا الشكل ولا محدد وهاد النهايه هذه. اذا نهايه اكس مربع ناقص 9 على اكس مربع زائد اكس ناقص 12 عندما يقولوا اكس الى 3، هاد النهايه هذه تساوي الى عوضنا اكس ب 3 في البسط غتعطينا 3 زائد 3 اللي هي 6. اذا نقدروا نزيدوها هنايا 3 زائد 3 على 3 زائد 4 كتساوي 6 على 7، وهكذا الشكل ولا محدد وهاد النهايه كتساوي 6 على 7. نحسب نهاية السادسة لدينا، لذلك غادي نحسبوا نهاية ديال البسط إكس ناقص 4 عندما يقولوا إكس إلى 2 إكس أصغر من 2، إلى عوضنا إكس ب 2 حدودية أن يمكن نحسبوا هاد النهاية مباشرة، 2 ناقص 4 كتعطينا ناقص 2. نهاية المقام دائما اكس يؤول الى 2 اكس اصغر من 2 ناقص اكس مربع زائد اكس زائد 2، كذلك الى عوضنا غادي تعطينا 0. اذا حصلنا على شكل ناقص 2 على 0 لا يعتبر شكل غير محدد. اللي خصنا نديرو هو خصنا نعرفو هذا المقام كيقول الى 0 واش كيبقى موجب او سالب عندما يقولوا اكس الى 2 اكس اصغر من 2. لذلك غندرسوا الاشاره ديال هذا الحد ناقص اكس مربع زائد اكس زائد 2. ندرس اشارات مقام اللي هو ناقص اكس مربع زائد اكس زائد 2. لاحظنا بان ملي كنعوضوا اكس ب 2 كيعطينا 0، اذا 2 حل للمعادله ناقص اكس مربع زائد اكس زائد 2 يساوي 0. نقدروا نكملوا الحل المعادله باستعمال المميز، او نعملوا نلقاو الحل الثاني، او نقدروا نطبقوا قواعد ديال جداء الحلين كيساوي سي على ا. دونك عده طرق لدينا ناقص اكس مربع زائد اكس زائد 2، كنا نعتبروا التعميل اكس ناقص 2 عامل لي ناقص اكس. اذا الا قسمنا ناقص اكس مربع على اكس غتعطينا ناقص اكس، الا قسمنا 2 زائد 2 على ناقص 2 غتعطينا ناقص 1. اذا الا وضعنا ناقص اكس ناقص 1 كتساوي 0 غتعطينا اكس كتساوي ناقص 1. والحل الثاني اللي هو 2، اذا اكس كتساوي ناقص 1 او اكس كيساوي 2. غنوضعوا جدول ديال الاشاره ديال هاد الحدوديه، ناقص اكس مربع زائد اكس زائد 2 دونك كتنعادم هاد الحدوديه في ناقص 1 2 يمكننا في الجدول نوضعوا التعميل اكس ناقص 2 عامل لناقص اكس ناقص 1، لان غتلاحظوا بان الا عدتوا اكس ب 2 الحد اللي غيعطي 0 هو اكس ناقص 2، بينما الا عدتوا هنا ناقص اكس ناقص 1 الا عدتوا اكس 2 غتعطيكم ناقص 2 ناقص 1 اللي هي ناقص 3. اذا ماشي هذا الحد اللي كيعطي 0، يعني عده طرق. هنا غنستعملوا أن إشارة هذه الحدودية
هي إشارة أ خارج الجذرين وعكس إشارة أ داخل هذين الجذرين. أ هو المعامل ديال ناقص إكس مربع، معامل ديالو سالب، إذن هنا غتعطينا ناقص ناقص، وبين جذرين غتعطينا زائد. هنا كتجي أهمية ديال هذا الشرط إكس أصغر قطعا من إثنين، لأن يعني كتلاحظوا ملي كيكون إكس أصغر قطعا من إثنين الإشارة مرة ناقص مرة زائد، وعلى يمين إثنين عندنا ناقص. إذن كنا نستنتجو هنايا نهاية ديال الحد ناقص إكس مربع زائد إكس زائد إثنين، إكس يؤول إلى إثنين، إكس أصغر من إثنين، إكس يقترب من إثنين. إذن حنايا غنبقاو أقرب ما يمكن من العدد إثنين ولكن من على اليسار، وهكذا إشارة هذه الحدودية غتكون هي موجبة، وهكذا غتعطينا كتساوي صفر زائد منه نهاية مطلوبة حينما يؤول إكس إلى إثنين، إكس أصغر من إثنين، إكس ناقص أربعة على ناقص إكس مربع زائد إكس زائد إثنين تساوي. إذن في الوسط عندنا ناقص إثنين، في المقام عندنا صفر زائد، وهذا هذه النهاية كتساوي ناقص ما لا نهاية، لأن ناقص على زائد جداء الإشارات، وهكذا نحصل على نهاية اللي إحنا كنا عارفين أنها محددة. نحسب النهاية رقم 7، لدينا نهاية البسط 3x ناقص 8، x يؤول إلى 1، إلى عودنا x 1 حدودية تساوي 3 ناقص 8 تساوي ناقص 5. نهاية المقام x يؤول إلى 1، كذلك إلى عودنا x بواحد غتعطينا واحد ناقص واحد اللي هي صفر، والقيمة المطلقة ديال صفر هي صفر. إذا عندنا بسط يؤول إلى عدد، مقام يؤول إلى صفر، كما شفنا في النهاية السادسة. دونك حنا هاد النهاية كتعطي ما لا نهاية، وخصنا نعرفوا إشارات المقام. المقام هنايا قيمة مطلقة، إذا قيمة مطلقة ديال إكس ناقص واحد تبقى دائما موجبة، إذا هنا غتعطينا صفر زائد، وناقص خمسة على صفر زائد. إذن ليميت عندما نقولوا إكس إلى واحد لثلاثة إكس ناقص ثمانية على القيمة المطلقة لإكس ناقص واحد تساوي ناقص ما لا نهاية. إذن محتاجيناش ندرسوا الإشارة ديال القيمة المطلقة لإكس ناقص واحد، جوار واحد تبقى دائما عدد موجب. إذن تذكير بعد النهايات هامة ونتائج اللي استعملناها في التمرين السابق. ليميت عندما نقول إكس إلى زائد ما لا نهاية لإكس أس أن تساوي زائد ما لا نهاية، دونك نعتبر أن ينتمي إلى النجمة، عدد صحيح طبيعي غير منعدم. بينما ليميت إكس أس أن إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إذا كان أن عدد زوجي غتعطينا زائد ما لا نهاية، لكن إذا كان أن عدد فردي غتعطينا ناقص ما لا نهاية. وبجوار زائد ما لا نهاية ليميت ديال واحد على إكس أس أن تساوي صفر، كذلك هنايا مهما كانت زوجية العدد أن ليميت الواحد على إكس أس أن إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية تساوي صفر. دالة حدودية بي نهاية بي دو إكس عندما يؤول إكس إلى إكس صفر تساوي بي دو إكس صفر، يعني كنحسبوا الصورة ديال إكس بالدالة بي. ألوغ لقينا بعض الأشكال غير محددة، نذكر منها زائد ما لا نهاية ناقص ما لا نهاية، صفر في ما لا نهاية، ما لا نهاية على ما لا نهاية، والصفر على صفر. نهاية الدالة حدودية، وأؤكد هنا عند زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية هي نهاية حدها أكبر درجة، وشفناها في التمرين السابق. نهاية الدالة جذرية عند زائد ما لا نهاية أو ناقص ما لا نهاية كذلك هي نهاية خارج حديها الأكبر درجة.
عزيزاتي التلميذات، أعزائي التلاميذ، كنقترح عليكم تمرين ثاني، دائما حساب نهايات. ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إكس ناقص جذر مربع، إكس مربع زائد واحد. ليميت إكس يؤول إلى زائد ما لا نهاية، إكس ناقص جذر مربع، إكس مربع زائد واحد. ليميت إكس يؤول إلى ناقص ما لا نهاية، إكس زائد اثنان زائد جذر مربع، إكس مربع زائد ناقص إكس زائد خمسة. و ليميت عندما نقول إكس إلى صفر، جذر مربع إكس زائد مع ناقص اثنان على سينوس إكس. نتلقى إن شاء الله في الحصة المقبلة لتصحيح التمرين. شكرا على انتباهكم.